السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. انا ام مكة ودي قناتي. لو اول مرة تشوفوني ياريت تنوروني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديدة ان شاء الله، ولايك كتير جدا للفيديو. النهاردة الفيديو الثالث من مكتب عمار الشيخ. عملنا لكم فيديو العبايات اللوكس وعملنا العبايات الشعبي باسعار رخيصة جدا. فيديو النهارده هيبقى عن الدريسات باسعار رخيصه وتلبيس بيك سايز لحد 120 و130 كيلو كمان باسعار رخيصه جدا جدا، بتبدا من 70 جنيه للدريس. تابعوا الفيديو، اللي ما شافش الفيديوين التانيين يشوفهم على القناه، ولايك بقى وشير للفيديو واشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. ونبدا الفيديو. عرض الدريسات بقى عندهم اسعارها حلوه جدا. كام ده يا حماده؟ دي كانت ب 185، ده ب 145. دي ب 145 بدل 185. هنا مكتب ومصنع عمار الشيخ، ارخص سعر في مصر. هنا بقى ده كل شغلكم ده، صح يا حماده؟ اه كل ده شغلنا، كل ده شغل المصانع بتاعتنا. اسمع السيده الانيقه، اه ب 145 جنيه ده، ب 145 الدرس ده. ادي وشها وادي ظهرها، حلو قوي ده. في منه الوان ده يا حماده؟ اه في منه جميع الالوان، في كل الالوان منه. حجمه يلبس كام ده يا حماده؟ حجمه يلبس 110. في منه احجام كبيره. طب والله كويس. دي اسمها الحمد، اه دي عاملة 185. بصوا، 210، 185 بعد 210، ومقاسها كبير. مقاسها يلبس قد ايه ده يا حماده؟ ده يلبس 140 كيلو، 150 كيلو. ده يلبس 140 150. بص انا بحاول ابعد بس كده. في الوان وفي منها مقاسات، في الوان ومقاسات منها، فيها زنط من ورا كمان يا جماعه. دي ماركاته بقى، دي نفس الماركه الاولانيه بس اشكال تانية. دي ولا 140 ولا 150 ولا 160. امال كام ده؟ 105. 105 والله ده شكله تحفه، والحزام بتاعه حلو جدا. بصوا الحزام بتاعه، هو له زراير كده من فوق. بصوا ده ب 105 يا بنات. بصوا 105، حلو جدا جدا. الكم بتاعه بأستك كمان. وما تنسوش تدوسوا لايك اهو، قال لكم حماده ما تنسوش اللايك يا جماعه. في حتة دي اسمها العقرب. دي اسمها ايه؟ العقرب. العقرب، ربنا يكفينا شر، ربنا يكفينا شر. بس حتة حلوة، حلوة قوي. بكام دي؟ 190 بعد 210. دي 190 بعد 210. دي قطعتين، دي قطعتين؟ اه دي قطعتين يا بني. بصوا وده وشها زي درس تحت وعليه تلبيسة كده، وده ده ظهرها، وفي حزام كمان مكان ضيق بس بحاول اصور لكم على قد ما اقدر. بس بتلبس قد ايه دي يا حماده؟ بتلبس 150 كيلو. 150 دي لحد 150 كيلو. البيك سايز معانا اهو شغال في الدريسات برضه. هو هو برضك المصنع، نفس المصنع برضه. اه بس على حاجه تانية. ممكن ترجع ورا شويه يا حماده انت، عشان انا كده في الاخر خالص مش جايه. ايوه كده شكله باين. بصوا ده حلو جدا ده. ده عامل كام؟ ده عامل 185 بعدين. بصوا عليه استرس من تحت، ده ب 185. بصوا له حزام، بصوا له حزام هنا اهو. ده قطعتين برضه صح؟ اه ده قطعتين. 185 يا بنات. كل الحاجات دي على عروض. ما تنسوش تدوسوا لايك للقناه اهو. حماده غلب معاكم، دوسوا لايك، دوسوا لايك. دي بقى السيده الانيقه برضه، دي بقى عامله 135 بعد 180. والله حلوه جدا. 135 الدرس ده، ده قطعتين زي توب فوق كده وتحته درس. بصوا عليه ده الوش بتاعه اهو، وادي ظهره. بصوا رسمه من فوق، ويعتبر التوب ساده. ب 135 ده، ب 135 جنيه. الدرس ده عامل زي الفستان بالظبط. كام؟ دي نمبر 1. نمبر 1 ماشي. دي عامله 160. ده عامل 160 بعد 190. حلو قوي ده. ده في منه الوان واشكال تانية. تلبيسه لحد كام ده يا حماده؟ بصوا 130 كيلو. بقرب لكم بس الرسمه بتاعته، هو مع السلسله دي لحد 130 كيلو. ده لحد 130. الاحجام بتاعه البيك سايز كلها معانا هنا في الدريسات برضو. عامل 160 بس، ده 160 جنيه. وفي منه اشكال والوان، في كل الوانه، يلبس بيك سايز يا جماعه ده. وما تنسوش تدوسوا لايك اهو، ما تنسوش تدوسوا لايك. اسمعوا كلامه بقى. في الحته دي ماشي نمبر 1، حلوه قوي دي برضو. بناتي شويه دي، دي بيشوفونا من تحت. اه طبقه شيفون. بصوا اقرب لكم بس طبقه شيفون باينات. بصوا شكله ده عامل 180 جنيه بعد 240. ده 180 بعد 240. والكم بتاعه برضو مشغوله اهي. بصوا الكم بتاعه عليه رسمه برضو، حلو قوي ده يا حماده. برضك وفي منه الوان كتير. حجمه لحد كام ده يا حماده؟ حجمه لحد 120 كيلو. برضو في منه بيك سايز لكل عشاق البيك سايز بقى، هنا موجود كتير قوي.
هنا بقى في حاجات عليها عرض جامد جدا، هيقول لكم هو على سعرها طبعا. دي عامله كام بقى يا حماده؟ دي اسمها الاميره بتول. عامله كام دي؟ دي ادي سعرها كان على الشماعه اهي، وريني سعرها. بص السعر هنا 160 اهو على الشماعه. عامله كام بقى في العرض؟ ب 70 جنيه. 70 جنيه يعني اقل من النص بكتير. بص يا حبايبي والله ب 70 جنيه هنا. في منها كميات بقى؟ لا هنا في منها كميه محدوده. دي كميات محدوده وحجمها كبير، بيج سايز برضه. عندنا جمله وعندنا قطاعي وعندنا شحن بجميع المحافظات. وهسيب لكم برضه التليجرام في اول تعليق مثبت تحت والعنوان برضه. ب 70 جنيه تلبس 150 كيلو. بص ب 70 تلبس 150 كيلو. حلوه قوي قوي. في حاجات زيها على عروض برضه؟ ايه. دي كميات محدوده يا حبايبي. بصوا عشان الامبراطور. عامله كام دي برضه؟ دي ب 70 جنيه. طب ارجع لي شويه يا حماده معلش، الورق دي تيجي كلها بس. دي كانت ب 180 جنيه. دي كانت ب 180 عامله كام؟ 70 جنيه. 70 برضه. بص شكله حلو جدا. الناس الغلابه. شكرا يا حمد. وهنا المصداقيه عند عمار الشيخ وعادل الشيخ. تيجوا هنا عند عمار الشيخ يا جماعه وقولوا تبع يوميات مكه، هتاخدوا خصومات حلوه جدا. هنا جمله وقطاع. لايك للفيديو وهنوريكم عروضات جديده. اه قال لكم دوسوا لايك وشوفوا عروض جديده. نشوف حته كمان من ابو 70 ده. بصوا دي كانت ب 135 جنيه. دي ب 135 عامله كام دلوقتي؟ 70 جنيه. عامله 70 برضو اللي هي زي الشطرنج دي. بصوا رباط من ورا، ليها رباط من ورا، ده زي الدريس كده. هو دريس عامل 70 جنيه. ده عامل 70 جنيه والفتره محدوده. لفتره محدوده ومفيش منه كميات. تسال على الكميات يقول لك انت قلتوا في كميات في الفيديو، احنا بنقول اهو في ده فتره محدوده. دي كميات محدوده يا جماعه عشان اللي يجي بعد فتره وما يلاقيش ما يقولش حد ما ادالوش من هنا. الله ينور عليك. ب 70 جنيه. 70 جنيه. في ده؟ في ده كان عامل 240. ده كان عامل 240، عامل كام دلوقتي؟ 170. الخامة جاكار. جاكار. تنينة. في الحتة دي حرير كانت عاملة 250 جنيه. دي كانت عاملة 250، دلوقتي عاملة كام؟ عاملة 160. 160، حلوة قوي دي. حلوة قوي. خامة نظيفة كمان. دي خامتها حلوة جدا. نازلة على دبل كالوش. دي نازله دبل كالوش من تحت. اه حلوه قوي دي. في الحته دي كانت عامله 380. دي كانت عامله 380. اه عامله كام دلوقتي؟ في كنار ورا وقدام. في كنار منها ورا وقدام تحت اهو. اه نازله مقاسات. في مقاسات خاصه منها؟ اه عامله كام دي؟ 210. 210. خدي كام دي؟ في الحته دي كانت عامله 350. دي برضو كالوش من تحت ورا قدام الشغل بتاعها. كانت عامله كام؟ 350. ودلوقتي 190. دي 190. حلوه قوي دي. على بقى عمرو انزل معاها هنا. دي كانت عامله 210. دي كانت عامله 210. عامله 135. عامله 135 دلوقتي. جميع الالوان بتاعتها. جميع الالوان. دي الوانها كلها. بصوا الزيتي والكشمير والاحمر، في الوان كتير جدا منها. جميع الالوان بتاعتها. كل الوانها موجوده. في برضه في الحاجات البيتي. في بيتي برضه عندهم. هي البيجامات دي عامله كام؟ البيجامه دي كانت عامله 95، عامله 35. 35؟ اه. بيك سايز دي ولا حجم؟ لا مقاسها حلو. كبير؟ بتلبس حسب الجسم. خامه اللي حسب الجسم الكرايه. في الحته دي كانت عامله 75، عامله 35. ماشي. في بيجامه قط زي كده، دي عامله 35. اه. عامله 35 جنيه. دي عامله 35. حلوه قوي. دي البيجامه دي برضو كانت نازله عامله 110، عامله 50 جنيه. عامله 50 جنيه دي بنص. اه دي بنص جم ومطلوب. عندك بيتي برضو؟ عندي. اه في موجود بيتي يا جماعه. موجود برضو في بيتي. بصوا في هنا العبايات دي عامله كام؟ دي مقاسات خاصه. دي بيك سايز. عامله 110، عامله 75. 75 بدل 110. في منها الالوان طبعا. الوان اه. في جميع البيتي. بص في بيتي كتير كمان خلاف الشعبي الخروج واللوكس. البيتي جميع الموديلات. دي برضه موديل تاني اهو. عامل كام ده؟ دي عامله 65. 65 جنيه. والكم عامل 70. والكم عامل 70. اه. النص 65 والكم 70. في عبايات استقبال برضه. الخامات النظيفة. جميع الرسومات وجميع التطرزات. الخامة اللي هي المشحمة. دي المشحمة عاملة كام؟ اه دي كانت موجودة في المول عاملة 210. عندي عاملة 100 جنيه. دي ب 100 جنيه. دي جميع الرسومات بتاعتها والألوان. دي جميع الألوان والرسومات، نفس الرسمة اللي على الصورة دي. في منها 12 رسمة في التدريس. في 12 رسمة، يعني هنا في ثلاث رسمات أهم، في 12 رسمة منهم. 12 رسمة. بألوانهم طبعا. بألوانهم.
كده يا حبايب قلبي قد خلصت جولة الدريسات والهدوم البيتي، وزي ما قلت لكم اللي ما شافش فيديو العبايات اللوكس والعبايات الشعبي يدخل على فيديوهات القناة وهيلاقيهم ان شاء الله، وهينزل لكم دلوقتي ارقام التليفونات بالعنوان كامل على الشاشة للي حابب يروح ويعرفهم كمان انه تبع يوميات مكة ويستفيد بالخصم اللي هيعملوه ان شاء الله. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، وما اكونش طولت عليكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو بقى شجعوني واشتركوا في القناة وفعلوا لي الجرس، واهم حاجة لايكات كتير يا جماعة، اللايك بيرفع الفيديو معانا ويشجعني جدا ان انا اعمل لكم جولات اكتر واكتر، واستنوني في جولات كتير الفترة الجاية ان شاء الله.